السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا كاميرا صغيرة ولكن بمواصفات كبيرة جدا. مواصفات الكاميرا هي يمكنها التصوير بثلاث صيغات. الصيغة الأولى 1280 720 HD 1920 1080 Full HD، والصيغة الثالثة هي الصيغة التصوير الليلي أو الرؤية الليلية، ويمكنك أيضا أخذ بها صور. سعة البطارية تصل إلى 200 ملي أمبير، ويمكنها الاشتغال لمدة 100 دقيقة في حالة كانت بطاريتها مشحونة كاملة. اليوم غادي نكتشفوا هذه الكاميرا كيفاش كتشتغل وكيف تعمل. صغيرة، لدينا CD، لدينا كذلك كتيب طريقة الاستعمال الصينية والإنجليزية، كذلك لدينا هذه تستعمل لحمل الكاميرا، وهذه أيضا، وهذا الكابل. كما تلاحظون الكاميرا بالطبع في الأسفل. هذه هي الكاميرا 12 ميجا بيكسل، تحتوي على زرين، الأول للتشغيل والإطفاء والثاني للاختيار بين نوعية الفيديو Full HD أو HD أو التصوير الليلي. هنا مكان SD كارد، لا واحد تقيلة صغيرة، وراها واحد ثقب صغير LED. هنا مكان الشحن، لا هكذا. يمكنك أيضا ربطها بالتلفاز أو بالحاسوب، استعمالها ككاميرا للحاسوب. شوفوا طريقة الاستعمال. غادي نستعمل فيها كارت ميموار 64 جيجا. اولا كما تلاحظون لدينا زرين. الزر الاول هو هنا للتشغيل، والزر الثاني طبعا لاختيار. نقوم بتشغيل هذه الكاميرا بالضغط على الزر هذا. طبعا عند رؤية الضوء الازرق الكاميرا شغالة، وبالضغط على هذا الزر الام يعني موني، فنحن نختار صيغة الفيديو او صيغة التصويرة. في هذه الحالة نحن على صيغة فيديو عند رؤية الضوء الازرق. عندما ترى ضوء احمر وضوء ازرق يعني ان هاتين الصيغتان ان جودة الفيديو تصل الى Full HD. لون ازرق تعني HD فيديو HD، وعند الضغط على الزر M تلاحظ ضوء ازرق واحمر يعني صيغة Full HD طبعا فيديو. لاخذ صورة مثلا او لنقوم بتشغيل او بتسجيل فيديو، ما عليك سوى الضغط على الزر هذا ضغطة خفيفة. كما تلاحظون طاءت ثلاث مرات
وبدأت عملية التسجيل. نحن الآن نقوم بتسجيل الفيديو. طبعا كما تلاحظون هنا توجد الكاميرا. عملية التسجيل طبعا نسجل فيديو. وعند إيقاف تشغيل الفيديو ما عليك سوى أن تقوم بالضغط على هذا الزر لمدة 3 ثواني. وترى ضوءا أزرق وأحمر، يعني انتهت عملية التشغيل. نقوم بإعادة تشغيل الكاميرا مرة أخرى بالضغط على هذا الزر. الآن هي كاميرا شغالة بضوء أزرق. للمرور إلى مرحلة أخذ صور فقط، ليس الفيديو، صورة. الصورة تضغط على هذا الزر كما تلاحظون، الزر الام. تتزاوج هذه المرحلة بالضوء الأزرق والأحمر لتصل إلى فقط اللون الأحمر. هذا اللون الأحمر يعني أخذ صور. ما عليك سوى أن تضغط ضغطة صغيرة على هذا الزر وتأخذ صورة، وينطفئ الضوء الأحمر ويشتعل، يعني أخذت صورة على هذا النحو. أخذت صورة. قم بالمرور إلى تشغيل الوضع الليلي أو تسجيل فيديو عن طريق الوضع الليلي. نقوم بتشغيل الكاميرا إلى ضوء أزرق. كما تعلمون أو سبق وشرحنا في الفيديو، الضوء الأزرق هو لصيغة فيديو HD، وضوء أحمر وأزرق لصيغة فيديو Full HD، والضوء الأحمر فقط لالتقاط صورة. نحن الآن نريد أخذ فيديو عن طريق الوضع الليلي. ما عليك سوى أن تضغط فقط لمدة ثانيتين هنا على هذا الزر، زر الإطفاء والتشغيل، لمدة ثانيتين، وترى الضوء الأزرق يطفأ ويشعل ومعه اللون الأحمر، يعني أنت الآن في الوضع الليلي. لاحظوا معي مرة أخرى، لاحظتم الضوء الأحمر يشتعل، يعني الآن نحن في وضعية تسجيل الوضع الليلي. ما عليك سوى أن تضغط هنا ضغطة خفيفة لبدء عملية التسجيل. وأنت الآن تسجل بعملية الوضع الليلي. سوف أطفئ الأضواء ونرى التسجيل الليلي. طبعا هذا كل شيء في هذا الفيديو، وإلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك طبعا ليصلك كل جديد.